أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فانتقلت فلما أراد الله أن ينقذ اليهود وأن يخرج فيهم من يقيم دينهم الحق أرادوا قتله وهو عيسى عليه السلام. فلما حملت حنة بنت فاقود وهي أم مريم وولدت مريم ومرت قصة مريم العذراء حتى أن مريم أرادوا قتله اليهود لما رأوا أنها هربت وهي حامل كانوا يريدون أن يقيمون عليه الحد على مريم لأنها كانت فقيرة ضعيفة بحيث لو حملت امرأة غنية من غير شرعي حمل غير شرعي لما أقاموا عليه الحد لأن بني إسرائيل كانوا يطبقون الدين على الضعفاء في من حيث الحدود. فلما حملت مريم وولدت عيسى غير أن الله تعالى جعل حمل مريم ووضعها في يوم واحد لو استمر حملها فترة النساء لقتلت فحملته ووضعته في نفس اليوم حملت في الصباح ووضعت في المساء للقرآن الكريم فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض. إذا استعمال الفاء هنا للسرعة دخل زيد فعمر لو قال فحملته ثم انتبذت به مكانا قصيا لكانت تفيد الترتيب مع التراخي. إذن فكان الأمر يقتضي السرعة. ابن عباس قال كان الحمل 3 أيام لكن الأقوال الصحيحة من قوله في رواية أخرى أنه يوم في يوم واحد لما تقتضيه اللغة فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبلها وكنت نسيا منسيا خشيت من العار. فنادها من تحتها جبريل ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا لأن الخائف دائما والمندهش من الخوف يحتاج إلى يعني يزيد نسبة السكر في جسمه فينشف ريقه يحتاج إلى ماء فكوني واشربي سري ونهر يجري تحت يتي سرية. إذن ونسبة السكر لما يقع في ما يقع ماذا يحتاج؟ يحتاج إلى شيء يعيد فلا بد من الثمر فكوني واشربي وقروا عين. إذن الماء مع السكر لهم وقر عينا فما إن شرب أكلت وشربت إلا وعيسى في حجرها مختون ملفوف جاهز بواسطة الملائكة هذا معنى قوله فكلي واشربي وقر عينا قدامها كل شيء جاهز. إذا أصبح لها مشكل ثاني هيبدأ يتكلم يقول المسعود من فين جاك قال فإما ترين من البشر أحدا فبلا علاج فقولي إني نظرت للرحمن صوما وليس ولم تقل نظرت للرحمن صياما لأن الصيام هو ماذا؟ هو أن تحبس نفسك عن الطعام والشراب بينما الصوم هو أن تسكت عن الكلام وأن تحبس كل جوارحك عن الأخطاء هذا يسمى صوم. إذن الصوم أعلى من الصيام. تقول الناس في صيام لكنهم ليسوا على صوم والنبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كان يوم صوم أحدكم شوف شرط الصوم إيش هو فلا يرفث ولا يصوم له هذا الصوم هذا معنى الصوم. أما الصيام أحل لكم ليلة الصيام فكتب عليكم الصيام كما هو أن قطع عن الشراب تعالوا الشراب بينما ما قد كتب عليكم الصوم لأن الله لو كتب الصوم علينا لما نجى منا أحد لأن الصوم هو أن تصوم بكل جوارحك إنما كتب علينا الصيام. الصيام في الحسيات وأما الصوم يعني المعنويات. فلذلك مريم إني نظرت للرحمن صوما يعني لا نسمع
خطأ ولا ننظر إلى خطأ ولا نقول شيئا، أن تحبس الجوارح كلها. قولي إني نظرت الرحمن صوم فلن أكلم اليوم إنسيا، فأتت به قومها. شوف الفاء، استمر الفاء بالسرعة. قال يا مريم لقد جئت شيئا فريا. يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء، وهذه كلمة استهزاء تقولها اليهود لمن ادعى الالتزام بالتدين ثم ظهرت منه مصيبة. فاليهود كانوا يسمون كل إنسان التزم بدينه وتدينه يا أخ هارون، لأن هارون هنا أخ موسى، وكان رجلا قد اعتزل الناس في آخر حياته وكان عابدا زاهدا، فحتى ضرب به المثل فكان الناس يقول لي لمن للمتعبد يا أخ هارون، زي ما تقول لي مطوع اليوم، وليس أن هارون أخاه أبدا. يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية. فأشارت إليه، قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا، كيف نكلم من كان في المهد صبيا. نشوف من كان في المهد صبيا. المهد، لماذا قيل لمن دون في هذا السن مهد يا جماعة؟ لماذا قيل في المهد؟ وتقول أنا التمهيد والفترة التمهيدية وممهد، لأن المهد كالعجين، وفترة المهد فترة عجين الصبي، فإذا ما كان في المهد يلتقط الغرائب من الأمور ولا يميزها، ثم يعيدها فيخرجها بأسلوب آخر. يا جماعة حينما الولد يبدأ يسألك أسئلة تعجيزية أحيانا من فين جابها، هذا التقطها في المهد، يعني العقل ما يسمى بالعقل الباطني عند الجنين عند الصغير وهو في ستة أشهر حين يبدأ، ستة إلى سنة إلى سنتين، هذا السن التمهيدي اللي يسميه القرآن المهد وهو في الرضاع، يلتقط أشياء لا يعرفها لكن تخزن ثم يعيدها عليك حينما يبدأ في الفهم. هي يجي على عقله فيسأل وقد سمعها، إذا لم يتكلم الجنين من فراغ. وهذا اللي في المهد، ويسمى في هذا الوقت الصغير تسمى عندك الطفولة، طفل. قبل الطفولة ماذا يقال له؟ هناك الرضيع، وهناك الطفل، وهناك الصبي، كلمة صبا. ولماذا قيل له بعد الطفولة صبا؟ لأن تكثر مشاغبته وحركته فيقال صبا، وبقيت هذه الكلمة فاستعيرت إلى من خالف المألوف عند الناس فيقول صبا، فلان صابع، كما كان يقال في النبي صلى الله عليه وسلم لقد صبا محمد، يعني رجع لسن الصبا. فهذا الصبي ينتقل من هذا إلى الشباب، فإذا ما دخل إلى سن الشباب بما يسميه علماء الاجتماع اليوم هذه الكلمة المستعارة المراهقة، وهي كلمة غير صحيحة أصلا، لأنك حينما تسمي الشاب مراهق كأنك تدفعه للغلط، هذا مراهق، يعني كأنك أعطيته لساما مؤهل بأن يفعل أي شيء فهو حلال عليه، يعني حلال يحرم عليك ما يحل عليه، فكل ما هو يحرم عليك فهو حلال عليه في هذا السن. يقول هذا مراهقين، لا أبدا، كلمة المراهقة غير موجودة في قاموس العربية عند العرب على أن تدفع لهذا الشيء أبدا، وإنما كلمة المستعملة في غير موضعها، إنما القرآن سماه الشاب والشباب، استطاع منكم بعض أن يتزوج ويفعل بالسن، إذا هذا أمر آخر، إذا هذا ما له علاقة بالشباب. يستمر سن الشباب إلى
سن 33 عام، على كل الشباب من البلوغ إلى 33 هذا يسمى شباب. إذا بعد 33 إلى 40 ماذا يسمى هذا السن؟ هذه أسئلة ولا أجوبة؟ من يعرف؟ هذه الكهولة، ويكلم الناس في المهد وكهنة. عيسى عليه السلام قال ويكلم الناس في المهد وكهنة، لماذا قال يكلم الناس في المهد؟ يعني هل كلامه في المهد معجزة ولا غير معجزة؟ هذا اللي أبغى أسألكم. لكن لماذا قال وكهنة؟ هل كلامه في الكهولة يعتبر عندكم معجزة؟ ما عادي، يعني واحد لما يتكلم ينطق في وقت في كبير هل يعني يعتبر شيئا؟ عادي. لكن لماذا اعتبره الله معجزة؟ لأنه سينزل ليكلمنا، فلما كان كلامه بعد النزول أصبحت معجزة، هذا الأصل. فهذا الدليل على أن من 33 إلى 40 لأنه سيعيش 7 سنين ثم يموت، فهذا سميت كهولة ردا على بعض أهل اللغة الذين يسمون الكهل هو الكبير في السن. لا، إنما الكهل من 33 إلى قبل فترة قبل الرجولة، لقوله تعالى، لأن عيسى يا جماعة عيسى هل سيتجاوز 40؟ هل سيجلس بعد الحين ما ينزل إلى 70 عام؟ باتفاق أنه لا يزيد على 40 في صحيح البخاري، لا يوشك أن ينزل فيكم ابن مريم حكما عدلا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير أي المسيح الدجال ثم يموت فيصلى عليه المسلمون 7 سنين. ربنا قال ويكلم الناس في المهد وكهلا وكهولته التي ذكرنا الآن. إذن هذه الكهولة، إذن فاتفقنا على أن سن الكهولة من كذا إلى كذا، ممتاز. إذا ما بعد الكهولة ماذا يسمى هذا الاسم؟ الرجولة. إذا الرجل متى يصل إلى سن الرجولة؟ بعد 40، وربك قال وما بلغ 40 سنة، بلغ أشده وبلغ 40 سنة. إذا هنا بدأ عند الوازع العقل اكتملت الأمور كلها، يصبح يعرف كيف يزن إن كان متعلما أو غير متعلم. إن كان متعلما سيراجع أموره الأولى ويقول قد أخطأت وقد فعلت وقد الآن علي أن أراجع حساباتي وأوراقي، لأن بعد 40 يكتمل العقل كاملا فيدخل في سن الرجولة، هذا سن الرجولة. فيستمر في سن الرجولة إلى ما بعد 60، إلى ما وصل 70 فدخل في الآن ترى شو كلامه صحيح، يعني في من يتأخر سن المراهقة يعني في الأول فيجي في الآخر. والله أن لا يقبح بالفتى فعل التصابي وأقبح منه شيء قد تفتى. في من يجي والله يتأخر عند أطباء النفس علماء النفس، يقول أن في من يأتي المراهقة يكون ما شاف أشياء في شبابه، قد يكون مكتوما يعني لم يتذوق أمورا في شبابه ولم يلعب. فيما مثلا من يتأخر عنه سن عند أطباء النفس يقول فلان إذا حصلت منه أشياء يقول أنت ما ذقت شبابك أو حلاوة شبابك فلان فتأخرت عليك، أما كنت شاب أو كنت عندك شيء. في أناس مثلا يتحملون المتاعب في صباهم في جلس المراهقة في 70 يكون هائع، ولكن مصيبة حينما يصل لهذا. إذا كان الرجل الكبير قد صدرت منه أشياء في هذا السن كيف تكون مصيبة؟ مسكين لا ما يصير هذا الرجل في هذا الشيء يعني. ويا جماعة قد حصلت هذه الأمور لبعض الناس في زمن الصحابة. وقال عنه سعد بن أبي وقاص لما شكاه رجل إلى عمر على أنه ليس لا يكون ذلك الأمير الذي يستحق الإمارة، فشكاه إلى عمر على أنه يغيب علينا مرة في الأسبوع لا يخرج أبدا،
أو يومين في الأسبوع لا يخرج، ويكون يحكم بين الناس فيغيب ويضع النساء ثم يصحى، فهذه أمور لا ينبغي له. أنت فدعا عمر، وأنتم تعرفون من هو عمر، قال يا سعد، وسعد بن أبي وقاص من المبشرين بالجنة، قال ما بالك تغيب يومين في الأسبوع على الرعية وقد استخلفتك على قوم وأمرتك عليهم؟ فقال يا أمير المؤمنين، أما هاتي فإنه ليس لي إلا ثوب واحد فأغسله في الأسبوع مرتين ثم أنتظر حتى ييبس، ما عنده غير ماذا. وأما الثانية أنني أغيب، كلما تكلمت غبت، فأتذكر حينما قتل صحابيين بين عيني وأنا لم أسلم بعد، فقتلوهم بمكة وأنا أنظر، فكنت كلما تذكرت الحدث أغمي علي. ثم قال اللهم، سعد دعا، اللهم أكثر عيب هذا الذي أفتر علي. فهذا الرجل لما كبر سنه الذي كذب على سعد كان يغمز النساء في الطرقات بعد التسعين، يعاكس النساء، فقالوا أنت في هذا السن تفعل هذا؟ قال وماذا يقول شيخ أصابته دعوة سعد بن أبي وقاص؟ وسعد دعا عليه اللهم أطل عمره وأكثر عيبه، فخرج هذا العيب منه كأن المراهقة وصلت له، ما كانت عنده في الأول جاءت الآن. سعد بن أبي وقاص من هو؟ وكان هؤلاء يا جماعة عندكم أوراق أقلام لا بد تكون معكم، في أشياء أحيانا تمر، كان هؤلاء يقفون عند النصوص، حينما سمع عمر عنه ذلك دعاه ودعا الذي افترى عليه، قال ما حملك على ما صنعت؟ حتى يشهد وجاء بالذين وصلتهم الأخبار حتى يعلمون من هو سعد، لأنه لو سكت لقال اتهم الناس كلام النبي صلى الله عليه وسلم وحاشاه، كيف يبشر، سيقول الناس كيف يبشر الله ونبيه رجلا بالجنة وفيه هذه الأشياء، يخبر الرعية. وعمر يعلم أن سعدا بريء، لكن أراد أن يشهد الناس على ما هو عليه من الحقيقة. ومن ثم فكان هؤلاء يا جماعة يعترض عمر، عبد الملك بن مروان كان يسير على فرسه، فاعترضه رجل وأخذ بخطام فرسه، وعبد الملك يعرض عنه، وأنتم تعلمون من هو عبد الملك بن مروان في وقت خلافته، فعبد الملك لا يريد أن يقابله لأن بينه وبينه شنآن، والرقي يا أمير المؤمنين انظر إلي وهو معرض عنه بفرسه. فقال هذا الرجل كلمة لعبد الملك جعلته ينزل من على جوابه ويتواضع، فقال يا أمير المؤمنين فإن سليمان استوقفته نملة حتى سمع كلامها، فما أنا بأحقر من النملة ولا أنت أكرم من سليمان. فانحنى عبد الملك ونزل إليه، لما هو يكلمه قال إذا كانت نملة استوقفت نبيا حتى سمع كلامه وبكى وأنت لا تريد أن تقف لمثلي، فمعنى أحقر من النملة ولا أنت أكرم من سليمان عليه السلام. فنزل عبد الملك واستمع إلى الرجل. إذا نحن في الشاهد الذي نحن فيه أن أتباع عيسى عليه السلام تعبوا تعبا شديدا، نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما، وتفرقنا منه تفرقا سالما موفقا معصوما، ولا يجعل فينا ولا منا ولا معنا الشقين ولا محروما. اللهم نزه قلوبنا عن التعلق بمن دونك، وجعلنا من قوم تحبهم ويحبونك، وارزقنا يا ربنا القناعة فإن من الذل مناعة، ونجينا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، واغفر اللهم لأخينا الذي كان سببا في مقامنا هذا، اللهم اجزه الحسنات إحسانا والسيئات عفوا وغفرانا، واغفر لكل إخواننا الذين تكبدوا المشاق لهذا المقام المبارك، لقوله صلى الله عليه وسلم لمجلس علم ساعة خير عند الله من عبادة 60 سنة.
أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا.